مساكم الله بالخير. طبعا اليوم الثاني امس انا سمعت نويص امس ديم تب الله يعني تقريب صايل الكتكوت اللي سمعت نويص ماله وفتحت الباب البارحة شفت واحد طالع عرفت شلون يعني صايل اليوم ثاني فاللي طلع راح نطلعه واللي يعني انا عرفه لانه امس شفته ياهو اللي طلع فهسه بسم الله الرحمن الرحيم نفتح وياكم. ما شاء الله ما شاء الله ايش عجب لسه ما طالع البيض غير تأخر ها يوم ثالث ينقر هو شي الجو بارد اقول والله هذا انعدلات يعني قاعد يطق بالبيضة اي والله هذا انعدلات تعال انت تعال صايلك هواي هنا مش نروح هناك يم الجماعة طبعا هذا اخوان شوفوا عين مفتوحة هاي العين مسدودة شوفوها بس هو يفتحها يعني انا اقدر افتحها شوفوا بعد ما اعرف شنو السبب يلا امشينا هناك وانا مسوي لكم بيض سلق حتى شني تتريق تريد شاي لو حليب اسوي لك شاي عراق انت تحب الشاي يلا هاي هي تدلل خلي ارفع الرطوبة عرفت شلون خنست هذا كلش خلي تصير الرطوبة بالستين بالسبعين حتى شني الساعد بالتفقي صراحة ترسها ترس ماي حتى لو يأثر على ذاك البيض ما يأثر ما عليه شيء يلا انت مشينا تعال حجي يلا حجي توكل على الله هاي شني هاي انا وين هاي ذول ياهم تتعود لا تخاف ننزل هاي نروح هذول اعطيتهم وجبتهم الجماعة قاعد ياكلون الشمانات ابشركم بشارة عندنا دجاجة مو هاي الثانية ذيك هاي شوفوها هاي كركت عرفت شلون كركت رسمي هم يعني مو تكريكة عادية فش راح اسوي راح اشوف ايش قد عندي بيض حتى شنو حتى اذبها بوحدة من هاي الخانات ونحط لها شبكة ونخلي لها ماي خوش شكو وحدة تكرك وعدنا بيض تنشمر هنا يصيرن 5 6 7 8 ايش قد ما كان كله يتكرك ويقعد هنا ماكو ونبعد بعدين لما نفقسن هاي نحسب لها 1000 حساب الجماعة هنا مخلصينه يلا خوش خفط اخوان شوفوا لا يظل خبز لا يظل شيء كله ياكلونه ولسه ما مستخدمه هذا لسه بعدنا على ذاك شوفوها لسه بعدنا على ذاك اللي شو اسمه موجود هناك بالذاك السطل شوفوا خبطة حلوة وخبطة مرتبة وبيها اشكال اللي يحتاجها الطير يلا اكلوا الف عافية انا راح اروح اجيب بيض للجماعة حتى يتريقون وهذا يريد شو اسمه سلق للجماعة وكتكوتنا الجديد بعده يعني تو نقلناه بعده مستغرب على الوضعية اما بالنسبة لجماعتنا اللي في سيفسات لا بعد خلاص تأقلموا وقاموا ياكلون واخذوا راحتهم واخذوا استقرارهم كله طبعا اخوان رحت امس البيت صديقي حتى اشوف امهاتهم مشجرات نفس هذيك نفس هاي شوفوها كلش نفس هاي مشجرات بس مالاتي افخم اخوان يعني مالاتي اكبر مالاتهم شلون الصغار قالوا مال السنه ما اعرف على العموم احنا اهم شيء حصلنا من عتم وسيف سؤال في الحمد لله والشكر حتى نعرف بتربيته كبدايه حتى لو قلنا انه حتى لو يموت مو مشكله اهم شيء احنا نتعلم شلون تربيته واخر عني قلنا شاي ما جايب يلا صعد الشكر وبعد شاي ممنوع ما يشربون شاي ولا حليب ألف عافية والله العظيم تستاهل
شوف هذا تنك تنك هذا. هاي الدجاجات ان شاء الله هذا اللي هاي وحده وذاك الثاني بس يكسر جسمه كله بالريش راح يطلع يطلعن اخليه نوي السمان يظلن نوي السمان يظلن النوب نطلعهم برا نخليهن هنا نوي الدجاج يعني عادي بعد ما عليهم شيء لانه احنا هم بالقريب العاجل عندنا وجبه تفقيس مال دجاج حتى نخليهم هنا وعندنا مصري لا تنسون هم نسيت ذكرتوني خلنا نروح اترس الفقاسه ماي على مشين نرفع الرطوبه هذا يتأقلم وياها إن شاء الله عنده عين يشوف بيها مفتوحة وهاي ما أدري إيش بيها ما الله بالخير رجعت وياكم طبعا هسه قعدت الصبح وهسه لازم الأفراخ كلها فقست أكو ولد علقوا لي قالوا فرات حتى تزيد سرعة التفقيس بالنسبة للبيض اللي منقر رشة ماي عرفت شلون ترست الدبانة هاي مالتي وبديت ارشه يعني كل 3 ساعات ارجع ارشه مره كل 3 ساعات مثلا هيك ارجع ارشن البيض اللي يفقس قاعد يفقس ارشه ماي راح تقولوا لي فراس شنو هاي الرطوبه جاي تعد يعني صاعده شلت الطوس اللي كنت مخليهنا ورجعت الصينيه اللي كانت القديمه عرفت شلون فانا شارح لكم وقال لكم انه هاي على الصينيه القديمه ترفع الرطوبه زايد فهسه هاي الرطوبه شوفوها من امس على 70 يعني شلون الفاصلة عرفت شلون فانا خليت الباب مفتوح يعني شوية هيك بيفتحة على مدشني الرطوبة شلون شوية تتسرب فتثبت على 60 هسا شوفوا هسا ها شوفوا ثبتت 69 هسا راح تظل تثبت 66 65 هيك جيد فهسا بسم الله الرحمن الرحيم نفتح الباب حتى نشوف شنو اخبار التفقيس مالنا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا البيض نطلعها ما شاء الله كم فرق الفقس عندنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا واحد 5 افراخ هذا موافق السادس ها شوفوا على باب تفقيس كلش نفلش البيضة تفلش خلينا نحطهم هيك لقطة بس طولنا مجال طبعا هذا كله مصري اخوان كله مصري كله مصري هذا ما شاء الله شوفوا ما شاء الله ها وكان بس هيك لقطة لقطة ما تطن لقطة ما شاء الله شوفوا هذا كله مصر اخوان وهذا البيض مالنا اللي بقى هذا البيض نطلعه وهاي البيضة نخليها بعد ما راح ارشها هاي لان شوفوها قريب كلش قريب انه تفقس نعم جوز بعد شوي العصر هيك يفقس هسه الصبح يلا هسه بعد ما عندنا شيء الجماعة اذا الله سهل باكر انقلهم حتى شنو اصير نقلة واحدة كلهم الباب نخليه مو كلش مسدود حتى شنو الرطوبة تصير ثابتة يلا بعد ما عدنا اللي فقط شوفوا كسرته ذبيته هذا ثالث يوم اخوان عرفت شلون طبعا توها سوانا قاعد اكسر البيض صارت لمسة يد ما بين الفحل هذا وهاي عرفت شلون وهذا للبيع اللي حاب يشتريه هذا شوفوا توه هو كفز النثية مالتنا وش عندنا بيض عندنا بيض هناك عندنا بيضة هنا ماكو وهناك هم ماكو هاي الدجاجة اللي جواها بيض مال السيفس ان شاء الله اليوم بالليل راح افحص البيض حتى نشيك الوضع نشوف هل البيض مالنا قاعد يشد مال السيفس او لا خلينا نشوف الافراخ وما اخفيكم سر تعالوا ها هاي مو طلعت قلت لكم طلعت هواي ظلت فانا قلت خلي اقطع الشك باليقين وافحص البيض ماله ففحصته يعني نعمه تقريبا 2 شفتهن ما شادات والبقيه كلها شاد ما فحصته كله لا فحصت يعني كم وحده فشاد خير وبركه اللي يطلع يطلع واللي ما يطلع جيد جدا هنا الجماعه شنو وضعهم ما سلكت لهم شوف شلون نسيت ها
هم كفزنها مرة ثانية. شوفوا ولك 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 كفزنها مرة ثانية. يلا خلنا نسوي أكل. ها هذا صار صحته كل الزينة. شوفوا هذا الفرخ المصري ما شاء الله صحته زينة. دول السيفسات ها قاعد يدورون أكل. خلنا نسوي لهم أكل ونجي. يلا انا قاعد تبيض. شنو يعني قفلوا بيعك لو بس بيعك. تعالوا تعالوا عمي جبت بيض للجماعه سلكت لهم. اشتريت هاي السلاقه اخوان اذا شايفينها تصير على شكل دجاجه وتخلي بيها ماي جوا وبيها شلون شلون الطبقه تخلي بيض. بعدين اعود اصور لكم اياها صدق كذب. يعني هاي شويه بسرعه تسلق وما ادري شيل 10 مش قد بيض. هم طاح هم طاح. شوف 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 اعطيكم بيض. وهذا البيض ما لهن هذا عمي خضيري مال خضيري ما هذا اكشن. هذا هم وهذا شنو ما ياكل. شنو هذا ما ياكل عمي عمي. ابوي يقول ها ابوي يقول ها بالبيت ما سمحتوا موصي عمي حسبال علي لك. لا ابوي لا. ها شنو صار هناك. ها اوقف اوقف هاي كاركة. بس شنو المشكلة؟ المشكلة ما جاي تنام. ما جاي تنام على البيض. هيش يعني طبيعي ظل هيك برا. وانا ما عندي شب. ها خلنا خلي بس شلون راح افتحها؟ لازم اسوي باب. ضروري لازم اسوي باب. شلون راح اقعدها؟ بس حتى بيض ما عندي هواي. لو عندي والله ما ادري ما شايف البيض اصلا اللي عندي. يلا على العموم خلنا احاول احصل لي شبكة او فتشي واذبها واذب بيض. اذا قعدت معناتها هاي تقعد. وإذا ما قعدت يعني هاي ما تقعد ونخليها نخليها بس للبيض. شو نسوي لها يعني؟ هاي السمانات هنا مقصر وياكم أنا ما جاي أصورهن. يعني أنسى أنسى والله أنسى. هاي النثية مالتنا القديمة كلش أول شي جبناها. وهذا ابنها وذاك هم ابنها طلع في حلة اثنيناتهن. وهاي ما أدري عاد تطلع نثية فحل ما ندري. البيض مالهن هذاك موجود هناك. راح اجمعه راح اجمع هذا بس اللي توه بيضنا على موشيني نذبه بالفقاسه. ان شاء الله يفقس ونحاول نكثرهن احنا نفسنا نكثرهن. يعني بعد ما راح اشتري عرفت شلون. يلا هاي كانت نايمه هنا يمكن تتبيض. هاي الراد هنا اجيب حشيش حتى شني ينام من جديد لانه تركن هذا المكان. فهسه يلا ما عندنا شيء هناك. الخضيريه جاي سبحن. امس غسلت المسبح لو طلعا اي طلعا هذا ان هنا نايمات. الدرون صاير انه هواي ما مطيرين الخضيري لان هو وسخ ما يطير هالايام. اي وسخ لان ما جاي يسبح ما يقدر يطير. يلا طبعا المكان صاير هوسه لانه عندي شغل. فان شاء الله باكر راح انظفه. بس خلنا ننزل لكم سنفوره تسبح. اوف اوف ايش قد صاير لك ما سابحه. الماي بارد ترى والجو بارد. شوفوا المنقار شلون صار احمر. شوفوا شوف بالله نزلي شويه. اي 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 اوقف 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 هلو كله زروق. شوفوا شوف الجمال ما شاء الله لونها كلش حلو. انا اكثر شيء احبه بال البش المصري هو اللون الابيض. وهاي السيفسات هسه على الاكثر هن بيضا. اكو هنا ما اكو هنا اكو هنا ليش بيضه مال السيفس. لحظه وارجع لكم. هاي ثلاث بيضات بيضه مال السيفس وبيضتين مال الدجاج. اخوان هواي رسائل تجيني وحتى ناس يجوني للبيت على البيض مال الدجاج. اخوان ما عندي يعني كلش قليل عرفت شلون. يعني باليوم ثلاث بيضات اربعه. لذلك انا هسه جاي ادور لي على وجبه جديده مال الدجاج. يعني بعد أرد أجيب هذا اللي موجود عند البيض جاي أفقسه. ليش تفقسه فرات حتى أكاثره؟ من راح أكاثره حصير عندنا هنا دجاج هواي. على مود أشرح لكم شلون تسوي مشروع مال دجاج تطبيقيا. يعني يصير العمل عندنا تطبيقي. إيش قد راح يكلف؟ شلون هاي من المحتمل إنه
نرتب حظيره او نشوف انه شلون طريقه على مود يصير الشرح كلش واضح، لانه هسه العدد قليل، يعني ما اقدر ابيع بيض من الدجاج، بس الافراخ مال مثلا البيش الهاي هذا احنا مخلينا لكم للزينه، الافراخ مالتنا نبيعهن هاي متفقين عليها، بس افراخ الدجاج وحاليا اللي في السيفس بعد ما فقس وما شفنا يعني فقس مال بيض مال صديقي، هو من الاخوه حسب لهم هاي الافراخ انا مشتريها، لا ما مشتريها، هاي هديه طاني اياها صديقي بيضتين وفقسها ما شاء الله. نرجع ندور على البيض، هنا عندنا خلنا نشوف ما اشوف، هنا انا ماكو زين، هنا انا هاي يمكن بيض، والله لحظه خلنا نشوفها مال ايش، بيضه مال هاي مال ايش، هاي مال شو اسمه قولوا وياي مال بطريق، فيعني هسه هاي قدامكم ماكو، هاي قدامكم مش قد هاي، بس بيضتين مال دجاج اليوم بيضتين، ليش؟ لانه عندنا واحده كركت اللي هي ما اعرف هاي مدرياهي، طبعا السدوت هنا ارده اطلعها وانظف وارده ارتب المكان شويه لانه شويه صاير وسخ لانه عندنا شغل هاي الايام، فعلى العموم ارده اجيب وجبه جديده دجيجه شني جديده مال دجاج حتى شني نستفاد من عته هنا بالبيض، هواي ولد جاي يوصلنا وما جاي نقدر يعني نلبي الطلب مالهم، فللي عنده واللي هنا قريب علي او يقدر مثلا حتى لو مكان بعيد ويقدر يوصل لي انا اشتري من عندكم، عرفت شو؟ اشتري من عندكم دجاج، شرط ان يكون مال بيت ودجاج عرب ويكون بياض، عرفت شلون؟ هيجي. فهسه بعد هنا ما عندنا شيء، هاي بالليل راح ارجع افحصها، بس ما راح اصور لكم، ليش؟ لان البيض مال السيفس ما يبين بالفلاش اخوان، يعني بالنسبه للتصوير ما راح يبين عندنا، هي قاعده والماي والاكل عندها وما اطلعها لانه اصلا هي هنا بالتراب تسبح، وهاي شوفوها هاي قاعده هنا مرقيبه والوضع لوز. نرجع وياكم بالليل على مود نفحص البيض مالها وياكم هنا يم الطيور. بسم الله ما شاء الله، اللي ذبيناهن بالخانات زوجا، هذا الزوج زوج تشوفوهن، اللي هي هاي الغره وهذا الجوزي زوجا هذا ما شاء الله. هسه اعطيهم وجبتهم، وذولي لحظة ذولي الطوبان، وهاي قلت لكم زوجن وقاعد يصيح لها الفحل بالعش، يعني تبدي تبيض ان شاء الله بلكي بعد يومين هيش تبيض، لانه وضعهم كلش نار يعني عاوزهم بس يبيضون. همي انا هسه شوية ونعطيهم اكل، جاي اعطيهم بس العصرية الجماعة، عندنا هذا الفرخ الاصفر جاي اطيره يعني ياخذ داير ودايرين والوضع لوز، ذاك الزاجل انتهى فيلمه لانه قام يحط على البيت، فبعد انتهى فيلمه ذبيت جناحه. الجماعه هم قمت اطلعهم حتى يفترون بالسطح، هاي مالتي طلعت طيره على الاكثر، وزوجه هذا الاصلم يعني زوج صلم صار هذين الاثنين، الاصلم يعني ما مكعكل حسب جنايه الحمر هيك يسمونه اصلم، فاتوقع زوجه خوفه بهاي العوده. يعني بعده مو كلش، بس شني يعني اشوفه ما الح عليه، داير دايرين واخليه يحط، اخوانه مخليهم جوا، هسه بعد اتركه، هذا اخوه شوفوا حط، هذا انتهى، بعد انتهى فيلمه، تعود محطاطه صار بالسطح، هذا لسه ما، هسه شو تقولون افتحها واحرك بيها؟ لحظه بالله فتحت اشكالها، شوفوها شوفوا جمالها، بس ما راح احرك بيها، ليش؟ لانه ما شايف السطح نهائيا. خلينا نعطيهم وجبه اكل لحظه، خلهم خلي يتعلمون اخوان على مود شني عندنا. شوفوا 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 شوفوا، ها نورية، ها يلا روحي طيريهن، يلا روحي طيريهن اي 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 يمو 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 يمو
شوفوا شنو راح يصير. راح يصير احتمال انه اذا هذا اني ما زوجين راح احاول اخففهم اللي في حله، طارن طارن ما طارن ذبن هنا بس للشكل او اصلا نطلعهم. يلا روحي روحي روحي، يلا يلا ابوي، يلا روحي 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 روح على ظنك. ما تخاف، لا ما تخاف. خلينا نتحارش بيهم شوية، لو ننهي وياكم هنا يم الطيور، وانا راح اظل اتحارش فيهم حتى لا يطول الفيديو. لو تشوفوا اخوان يعني هاي هسه داير ما داير كلها طير لوت. شوفوا خلنا اعطيكم زوم شوية، شوفوا هذا طير لوت. نرجع شوية، وين راح انهذن؟ بس لحظة خليه يجن. شوفوا ذا ذنيتش ذنيتش، شوفون هذا لوت، هذول هنا هذا يطير لوت، هذا هنا واحد يطير لوت، هذا النيش فوق البيت ما جاي تشوفونهن. اعطيكم زوم، شوفوا ذا نزلن شفتوهن. فداير ما داير هنا طير لوت، اما هناك ذيك الوصله شايف كم واحد يطير حمر، ذاك هم يطير لوت. اعطيكم زوم، شوفوا ذا النيش ذا النيش هم لوت. فاحنا هنا يعني بس لوت ماكو احمر وهاي، فان شاء الله عن طريق الناس تبدي تربي الاحمر. هسه شني ما صورت لكم، ومغايب مغايب، هاي مغايب شوفوها، هاي مغايب وضعها لوز مغايب. ان شاء الله بس تكبر افراخها، يا اما نطبقها على فحل يا اما نطيرها. بس شوفوا لي الجمال مال الافراخ، شوفوا لي شوفوا لي هذا شقير يا اخوان، شوفوا شوفوا الجمال وشون الزقوا بحتها. هذا شقيري وهذا اصفر، لا جوزي هذا اعتقد مو اصفر، شوفوا لا يطيح لا يتعور. شوفوا جوزي جوزي راقي ما شاء الله، مكحكل طبعا مكحكل، واضح انه هو مكحكل. وهذا شنو وضعه؟ والله يمكن هم مكحكل، اي هم مكحكل. فعلى العموم هاي افراخها ما شاء الله صحتهم زينه، والله امه معدله، هاي صدق امه معدله. كون احصلها فحل براسه 60 حظ اطبقه عليه. طبعا صورت لكم ليمتى انا الصبح صورت لكم الفقاسه، وهو بقى فرخ واحد ما فقس. ف مساح فقس يعني فتحت الفقاس شفته مفقس بس ما صورته نسيت. فهسه بسم الله ما شاء الله الافراخ كلها فقست عندنا، شوفوهن هذني سته واحنا نقلنا واحد سبعه ما شاء الله، شوفوهن شوفون ما شاء الله هذني السبعه. ودائما تعليقاتكم بخصوص السمان، يعني اكثر ناس محبين للسمان. طبعا السمان صدق حلو اخوان، يعني طير راقي راقي كلش حلو كلش حلو. فسحبت خمس بيضات لقيتهن، يعني مال خمس ايام سحبتهن وذبيتهن هنا أنا. خمس ايام ان شاء الله بنصعدهن للقلاب. هذا البيض مال السمان ذبيته الصبح. هاي الافراخ ان شاء الله راح تنقل باكر، عرفت شلون؟ باكر ان شاء الله راح انقلهن حتى اول ريوق لهم يصير بيض سلق. يلا هسه بعد ما عندنا شيء، وشفتوا انه كل الافراخ عندنا فقست ما شاء الله. بعد هاي هنا حتى نشرح بالجزء الاخير. طبعا هسه قبل لا افتح التصوير فحصت البيض مال الفسيفس اللي هو جوه ام رقيبه، فحصت اخوان ثلاث بيضات، ثلاث بيضات فحصتهن بسم الله ما شاء الله. الثلاثه اللي فحصتهن بهن افراخ بعد ما كملت على البقيه. واللي ما يدري طبعا احنا خلينا جواها عشر بيضات، عشر بيضات مال فسيفس. يعني طلع هذا الفحل مسوي لمسة يد ويا هاي السودة، بس احنا ما ندري، لان انا قلت لكم انه انا شفته بس ويا البيضة سوى لمسة يد، وحتى انتم شفتوها. طبعا مسوي لهم بيضتين سلق ونسيت اطيهم، يلا هسه اطيهم، خلنا اجيبهن واطيهم حتى نسولف هنا على الجزء الثاني مال شلون تقدر تربح من الدجاج. هذا البيض كملته، هذا سالق ومكمل بس شني ناسي، فهسه نطيهم. ها وقفونا بس بدون شوية مرقصتكم، يا اكلوا الف عافية. نرجع وانت شني تعال، هذا الفرخ مال المصري. نرجع الموضوع انا بدأ ياكل، شوفوا بدأ ياكل هناك. شرحنا بالفيديو الفات شلون تكسب من الدجاج من خلال البيض ماله، عرفت شلون؟ هسه نجي الشغله الثانيه، شلون تقدر تكسب بعد من الدجاج. انت اليوم خلينا نقول مثلا انت اشتريت الدجاجه مثلا ب 10
ماكو عوف العشرة ب 15، خلينا نعطيها للسعر الغالي. اشتريت الدجاجة ب 15. انت ما تريد الدجاج يظل عندك هواي يعني فترة، انت تريد تداور بالفلوس، عرفت شلون؟ يعني تريد تداور بالفلوس تحصل فوقهن. خلينا نقول انت شلون مثل بياع شراي، كركت عندك الدجاجة، تجيبها تذبها بخانة او باي مكان، تجيبها تذبها، تذب وياها بيضات، فقست الافراخ مثلا انت مخلي 18 بيضة، فقسا مثلا خلينا نقول 15، تقدر انت بيشتريتها ب 15 تقدر تبيعها ب 30 ب 40. تشتري الناس كانوا يجون هنا للبيت من محافظات، قبل لا افتح القناة كنت هيك يعني انشر بس على جروبات الدجاج اللي اريد ابيعه، يجوني من محافظات يشترون الدجاج اللي جواها افراخ. زائدا الدجاجة الكاركة، تقدر تبيع دجاجة كاركة. انا هسه قاعد اشوف يبيعون ب 25 وب 20 وناس تشتري. انت تقدر شو تسوي؟ تشتري الدجاج بس يكرك حتى تكسب معاميل، تبيع الدجاجة ب 15000. حلو، انت مشتري مثلا ب 10 الدجاجة تبيعها ب 15، جيد، يعني هي بس كركة انت تريد تبيعها. وبعد هواي سوالف اخوان تقدرون تربحون بيها من الدجاج. انا هسه ما اختصر لكم بس على الدجاج، الخضيري هذا الخضيري شوفوه، هذا هسه حاليا الزوج اللي جاي يبيعونه 30 35، حاط لك زوجته الخضيري منتج بعد ما منتشر عند الناس كلها، او انتشر بس مو بالصوره الصحيحه، قاموا يهجنون بيه، يعني ذاك من ذاك اللي تعرفه عنده الرس الصحيح. السيفس نفس الشيء، الوزن لا بالنسبه للكوبرا والتشين انتهى، انتهى التشيني والكوبرا بعد انتهى، طاح سوقه. ليش؟ هذا بسرعه يتكاثر، انتشر بسرعه، كاثرت الناس كان بيش ما طاح، كان الزوج بربع، بربع يعني ايش قد؟ يعني ب 250، هسه بيش الزوج؟ الله شهد ب 40 ب 60، يعني ذاك من ذاك تشوفه ناشر ب 70 وب 80 وهاي. فعلى العموم شنو تحبون يكون الطير اللي راح نشرح عنه بالفيديو الجاي؟ شرح بسيط وما اريد ان ادوخكم، بس معلومات اللي مختصر ويكون تفيدكم. اللي هنا أنا وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا، ما حاسبلها طبعا نهائيا، ما حاسبلها ايش قص صاير لها. فمثل ما قلنا نخليها تفقس، وهذا بدا ياكل، شوفوا هذا قاعد ياكل، باكر ان شاء الله راح ننقل خوانه هنا. اللي هنا أنا وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا مال اليوم، يا رب ان شاء الله استمتعتوا. لا تنسونا من اللايك والاشتراك حبايب، اللايك يصعد الفيديو، يعني راح تجي ناس اكثر تشاهد الفيديو حتى نفيد الناس كلها، يعني هي هاي غايتنا اكثر شيء. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، اودعناكم.